بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، ودافي على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. كمان في نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس. الصبح بيبقى حر شوية وبالليل بيبقى برد شويتين، فطمنينا إيه الأخبار ده الأخبار دي، وهل إحنا متأثرين بمنخفض جوي ولا مرتفع جوي، ومكملين أو مكمل معانا الأجواء دي لحد يوم إيه؟ هو احنا تحديدا اليوم الخميس هيكون لسه في انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه، وخاصه في المناطق الشماليه حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، وده بسبب ان احنا بنتاثر بمرتفع جوي موجود على سطح الارض. المرتفع ده مع كتل هوائيه شماليه هي اللي هتؤدي لانخفاض درجات الحراره عن الايام الماضيه، لكن زي ما بنقول هو انخفاض طفيف ومؤقت، لان فتره النهار فيها زياده لفترات استطلاع اشعه الشمس، فبالتالي احساسنا بالطقس ما زال طقس مائل للحراره خلال فتره النهار على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، طقس دافي مائل للدفء على سواحلنا الشماليه، طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون خلال فترات النهار. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع تكون 26 درجه مئويه، يعني تقريبا نفس الاجواء اللي احنا عشناها بالامس، لكن خلال فترات الليل اول ما اشعه الشمس بتغيب بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، بنحسه اكتر ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، وفرق بين فتره النهار وفتره الليل احيانا في بعض المناطق بيتجاوز ال 15 درجه مئويه، على القاهره الكبرى بيتجاوز ال 10 وال 12 درجه مئويه. فاجواء فتره الليل رغم ان درجات الحراره بدات تتحسن وبدانا نسجل درجات حراره ما بين 15 و16 درجه مئويه فتره الليل، لكن لسه بنحس بالاجواء البارده خلال فتره الليل على اغلب انحاء الجمهوريه. كمان اليوم تكونت شبوره مائيه خفيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وادت لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لكنها تلاشت فور سطوع اشعه الشمس. متوقع اليوم كمان يكون في نشاط للرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء، وايضا بعض المناطق من غرب البلاد واقصى غرب البلاد، يعني مناطق من السلوم، وممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه تحديدا في الصحراء الغربيه وبعض المناطق من السلوم. مره اخرى درجات الحراره هتعاود في الارتفاع من غدا الجمعه ان شاء الله، لانها هنبدا نتاثر مره اخرى بالكتل الهوائيه الجنوبيه. طب الارتفاع في درجات الحراره ده مكمل معانا بقى لاخر رمضان، ولا هيحصل فيه برضو تغيرات جويه؟ هو متوقع ان الارتفاع القادم ان شاء الله هيكمل معانا لحد يوم الحد اللي جاي ان شاء الله، هيبقى في ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره، وتدريجيا مع يوم الاثنين تبدا درجات الحراره تنخفض وتعود للمعدلات الطبيعيه، نرجع تاني نسجل درجات حراره 26 و27، وتعتبر دي المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. الجمعه والسبت والحد متوقع العظمى على القاهره الكبرى بتتراوح ما بين 32 و33 درجه مئويه فتره النهار، فهنحس بشكل كبير بالاجواء الحاره فتره النهار. كمان مع يوم السبت والحد هيكون في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده ممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه، لان سرعاته تتجاوز ال 30 وال 40 كيلو متر على الساعه، فناخد بالنا من الاتربه والرمال المثاره، وتحديدا يوم الاحد القادم. في فرص كمان لسقوط الامطار على بعض المناطق ممكن نشوفها مع يوم الجمعه بالليل ويوم السبت ان شاء الله، لكن هتكون في بعض المناطق اقصى غرب البلاد او بعض المناطق من حلايب وشلاتين، مش هتاثر على القاهره الكبرى او محافظات الوجه البحري باذن الله. احنا لسه في فتره التقلبات الجويه بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره، يمكن فتره النهار وفتره الليل ملاحظين احنا الاختلاف الكبير بين فتره النهار وفتره الليل، كمان الاسبوع الواحد بين ارتفاع وانخفاض، فمهم جدا ناخد بالنا. حتى الان ما فيش اي ملابس صيفيه على الاقل فترات النهار، اكيد هنضطر نخفف الملابس، فهتكون ملابس خريفيه فتره النهار، فترات الليل لسه واحنا خارجين لازم نصطحب معانا جاكيت، لان احنا هنحس بالبروده فترات الليل لسه، يعني لانتهاء شهر 4 ان شاء الله.
كمان مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه لو احنا هنخرج في الايام القادمه لازم نرتدي الكمامات ونصطحب معانا كمامه واحنا خارجين. مهم كمان فترات النهار بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس عشان ما تزودش احساسنا بارتفاع درجات الحراره، خاصه الجمعه والسبت والحد، لان هنلاحظ الارتفاع المرصود في درجات الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه. طب كلمينا طيب عن الرطوبه، حالتها هتبقى عامله معانا ازاي مع ارتفاع درجات الحراره اللي موجوده دلوقتي؟ هو طبعا الحمد لله ان نسب الرطوبه منخفضه خلال هذه الايام، لان احنا بنتكلم ان الكتل الهوائيه هتكون قادمه من مناطق صحراويه، فانخفاض نسب الرطوبه الكتل الهوائيه القادمه من مناطق صحراويه فيها انخفاض كبير في نسب الرطوبه، فبالتالي ما فيش احساس كبير بارتفاع درجات الحراره زي اللي بتحس بيه فصل الصيف بسبب انخفاض نسب الرطوبه فتره النهار وفتره الليل. يمكن كمان انخفاض نسب الرطوبه فترات الليل هو اللي بيساعدنا على الاحساس بالاجواء البارده حتى الان، لان في انخفاض كبير في نسب الرطوبه فتره الليل، فبالتالي درجات الحراره لسه بنحس بيها منخفضه رغم ان هي بدات ترتفع عن الايام الماضيه. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 26 والصغرى 18، العاصمه الاداريه 26-18، اسكندرية 25-18، العلمين الجديدة 26-17، مطروح 26-13، دمياط 23-18، بورسعيد 23-17، إسماعيلية 26-15، السويس العظمى فيها 26 والصغرى 16، العريش 24-15، كاترين 22-8، طابة 26-16، حلايب 27-16، شلاتين 32-18، شرم الشيخ 30-18، الغردقة 31-16، الفيوم العظمى فيها 26 والصغرى 17، بني سويف 27-18، الوادي الجديد 32-16، أسيوط 24-15، سوهاج 30-16، قنا 34-16، الأقصر 33-17، وأخيرا أسوان 33 والصغرى فيها 18. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان كانت توصيات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لمصطفى ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لكلامك.